جيت نتعشى، جيت نتعشى. احنا حاضرين في مهرجان الدولي ديال الضحك ديال المانداغيغ هنا في مدينة السعيدية، ولينا شرف أن نكونوا حاضرين ليه في الدورة الأولى ديالو. هذا شرف لنا ونكونوا مع الناس السعيدية هنايا. طريق هو طريق بادير، شاب مغربي من مدينة الجديدة، سن 26 سنة، كوميدي، عندي طموح أنني نكمل في هذا الدومين إن شاء الله. رشيد الباز 25 سنة، ثنائي ديال هذا اللي لاصقني ديما، حتى أنا عندي طموح وكنحب هذا الدومين وغنكمل في هذا الدومين إن شاء الله. خريج برنامج ستاند أب، فيناليست الغبورة الدار الغبورة هي الخدمة مونكاجي دابا مع الجروب، كما كتعرف ملي كتكون مونكاجي مع الجروب كتبغي الكسبة، كتبغي توجد ديما الجديد، هادشي اللي غبرنا. أنا ما كنبغيش ندخل لهاد الشبوقات. شوف بالنسبة للعادي الميلودي وداكشي اللي طاري، بالنسبة ليا ما خاصيش يخرج كاع الإعلام داكشي، كان شي حاجة تدخلوا الناس اللي قرابين ليه. مي وجهة النظر ديالي مع أنه خاصو ما يخرجش، داكشي اللي هو شخصي ديال الانسان، ما غاديش نقول حتى كلمه فيه. ما كيفاش غنجاوبك دابا؟ المستوى ديال الكوميديا في المغرب كل جيل بوحدو، كل جيل شنو كيضحكوا، فهمتي؟ انت بحال دابا حنا في هذا الجيل خاصنا نخدموا على داكشي اللي غيضحك هاد الشباب. تقدر تقول لهم شي حاجه قديمه ما يضحكوش، لهذا غادي كيتطور، داو كيتطور، غادي شي مستحسن المهم داكشي غادي مزيان ان شاء الله. علاش لا؟ حنا كنبداو هاد الدومين ما كتقولش صافي كيعرفوني الجمهور صافي راه وصلت، ما عمرك خاصك تقول خاص راه وصلت. ديما البدايه كتكون صعيبه، صعيبه بزاف انك باش تجيب جمهور وبجمهور يثيق فيك، بان راه صعيبه. والحمد لله دابا الناس راه ثقت فينا والحمد لله، وباقي كنقولوا باقي كاع ما وصلنا، راه باقي قدامنا الطريق، مازال نوصلوا للعالم علاش لا. السؤال خاصك تسولهم علاش كما كتعطيهمش فرص اللي يكونوا حتى هما حاضرين. وواقيلا عاوتاني حيت كيشوفوا ميساجات شويه عندنا شويه ما خداميش، المهم شي حاجه هاك جاوب على عرفتي. بالنسبه لمدينه جديده هي كانت البدايه تمايا، ما غنكروش الجميل، يعني البدايات كانت في دار الشباب، كنا كنتقاتلوا تما، كنطلعوا في المدرسه. مي من خرجنا مدينه جديده تزيدنا في الخدمه ديالنا، يعني تجمعنا في ماشي المدينه هي اللي كتعطي، راه انت شوف انت واش غادي تعطي، راه تقدر اللي يعاونك باش تعطي. واش اللي يعاونك باش تعطي؟ يعني في جديده ما لقيناش يد المساعده، يعني بدينا تما وما لقيناش يد المساعده. مي طلعنا للسلا اللي كان داك هو المقر تمايا فين كان مجموعين كاملين، جمعنا الايكيب كامله، جانا التليفون اننا غادي نكونوا تمايا، وطرحوا علينا الفكره انها غتكون مجموعه وعجباتنا وحنا مازال فيها. واش جديده صاحبي بلاتي ديك دار الشباب باقا بعدا؟ واخا كاينه وما كايناش، وكندوز معاك كنسمعوا عليكم، ماشي ياكل كوميديا عليكم والو. علاش دايرين تما دار الشباب؟ كاينه وحده سميتها الفطواكي، ثلاثة حاطينهم تما وصافي. شوف هاد الشيء حنا دايرينو موهبة عندنا، موهبة حيت ما عمرك دير كما كنا كنسمعوا من قبل، يعني عمرك دير هاد الشيء مهنة، فهمتي؟ دايرينو موهبة وغاديين فيه، اللي كتبت هي اللي غادي تكون، تقدر منها دير مشاريع، تقدر منها ما ديرش مشاريع، تقدر تكمل، تقدر ما تكملش. مول الكاسكيطة، حيد الكاسكيطة. مو الكاسكيطة شاب مناضل، هادشي اللي كنعرف عليه أنايا، كيقول لك شي اللي خاصو يكون، كيناضل تا هو على وكيغير على المجتمع ديالو واللي هو فيه، عشان عادي مزيان. طاليس هو فنان، نقول له الله يكمل لك بالخير. يوسف زروالي الأعمال الخيرية، نقول له تا هو الله يكمل لك بالخير. غاديين جديدة، غاديين نعيدو تما. Thank you.